هو يعني مشكلة اللجنة مع رئيس المجلس، يعني نقدر نقول مشكلة اللجنة ولا مشكلة رئيس اللجنة ومدى التداخل والحدود الفاصلة ما بين يعني عمل لجنة حقوق الإنسان وباقي اللجان، يعني في أزمة، يعني إيه المشكلة اللي حاصلة؟ الحقيقة يعني هناك ما بين رئيس المجلس ورئيس اللجنة سببها السفر. قبل هذه السفرية أو قبل هذا المؤتمر أنا كنت قاعد مع رئيس المجلس، وهو اللي طلب مني إن أنا أتكلم معاه، وقال لي في تواتر في العلاقة ما بين اللجنة وما بين السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العالي. قلت له والله السبب أنت. أنت مهتم بالسفر خارج البلاد، أنت النهارده هنا يا إما بتقابل سفير أجنبي في البلد يا إما بتحضر لأن أنت تبعت مجموعة من النواب يعني لأي مراجعة أو لأي سفر خارج البلاد، والكلام ده مخالف للائحة، بتك على كلمة اللائحة وأنا قاري اللائحة كويس جدا، مخالف للائحة الداخلية ومخالف وفي يعني كده انتهاك لدور من دور أدوار السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، ويمكن هو ده اللي مخلي الدكتور علي عبد العال واخد موقف، فياريت تخف العملية دي. الكلام ده كان ما بيني وبينه، وكان قاعد ثلاث نواب معانا، النائب أسامة شرشر والنائب الدكتور شديد والنائب الدكتور حسين غيثم. تمام. قال خلاص ماشي. بعديها بيومين تمت هذه السفرية إلى منظمة الحوار الوطني اللي ملهاش شغل فيها غير المنطقة العربية، الحوار الوطني اللي هو تقريبا المشارك في أمانة تنظيمها نزار عبد القادر صالح اللي قسم بيها السودان، اللي يعني شارك بيها بتشتيت ليبيا، شغلها شغل المنطقة العربية.